بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم حلقه جديده من درع الوطن. مشروعات تنمويه وصناعيه مختلفه تقيمها الدوله المصريه هذه الايام في كافه المحافظات. بالامس القريب كانت المدينه الدوائيه، واليوم يفتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه المدينه الصناعيه الغذائيه سايلو فودز بمدينه السادات. مشاهدينا الكرام، تفاصيل كثيره عن المدينه الغذائيه بمدينه السادات في حلقتنا النهارده من درع الوطن. تمام يا فندم. لواء أركان حرب كرم سالم محمد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات. سيادتك مشرفنا هنا في البهوة الرئيسي مبنى الإداري للمدينة الغذائية. تقع المدينة الغذائية يا فندم في المنطقة الصناعية لمدينة السادات، وعلى مسطح 135 فدان، المرحلة الأولى منها 102 فدان بنسبة بنائية 50%، وتشتمل على مصنع لإنتاج البسكويت 5 خط، طاقة إنتاجية 240 طن بسكوت في اليوم، ملحق به 2 مخزن منتج نهائي، طاقة تخزينية 24,000 باليتا. مطحن ملحق به 14 صومعة، طاقة تخزينية 70,000 طن قمح، طاقة إنتاجية 800 طن دقيق في اليوم، مزود بأنبوب يا فندم لنقل الدقيق لكل من مصنع البسكويت، مصنع المكرونة، مصنع المخبوزات. مصنع المكرونة 5 خط طاقة إنتاجية 500 طن مكرونة في اليوم، مصنع المخبوزات 5 خط طاقة إنتاجية 20 طن في اليوم. منظومة الطباعة يا فندم وتشتمل على مصنع الروتو لإنتاج المصنوعات المرنة لتعبئة منتجات البسكويت والمكرونة والمخبوزات. مصنع الدوبلكس إنتاج العلب، مصنع الكرتون. ساحة لتخزين انتظار للشاحنات سعة 52 شاحنة، ملحق بها مجموعة من الورش لإجراء الصيانة والإصلاحات للشاحنات. المنشآت الخدمية يا فندم، المنشآت الصناعية، محطة معالجة صرف صناعي، محطة تسخين مركزية، محطة تنقية مياه، محطة تكييف مركزي بقدرة 8,000 طن تبريد. المنشآت الإدارية، مسجد سعة 250 مصلي، مبنى إداري، فندق لإقامة المستثمرين والأجانب، بالإضافة إلى 8 مبنى لإقامة العاملين بالمدينة. المدينة مؤمنة يا فندم بالكهرباء من خلال 3 مصدر، 2 مصدر خارجي قدرة 29 ميجا، بالإضافة إلى محطة كهرباء طوارئ احتياطي قدرة 15 ميجا. المدينة مؤمنة يا فندم بالغاز الطبيعي بإجمالي 6,000 متر مكعب غاز طبيعي في اليوم. لتأمين المدينة بالمياه تم إنشاء 2 خزان مياه طاقة تخزينها 6,000 متر مكعب من المياه. تم تنفيذ منظومة التأمين الإطفائي لجميع المنشآت الصناعية، كما تم تأمين المدينة من الخارج بتنفيذ سور خرساني بطول 2.5 متر، ارتفاع 3.5 متر، بالإضافة إلى 13 برج حراسة و8 بوابة لإحكام السيطرة. كما تم تنفيذ منظومة المراقبة الكاميرات للسور وجميع المنشآت الصناعية بإجمالي 1200 كاميرا. تم تنفيذ هذا المشروع العملاق يا فندم بإجمالي 20 شركة وطنية بحجم عمالة متوسطة يوم 2000 عامل فني ومهندس. أي أمر يا فندم؟ فكرنا، خططنا، نفذنا. احنا مش الهدف التصدير، الهدف الأول إن احنا نوفر عرض ضخم من المنتجات يتكافأ مع الطلب عشان الأسعار يتم تنظيمها بشكل ما يبقاش فيه جهد على الناس زيادة عن اللزوم. شوف، احنا مش هنصدر قبل ما نكفي احتياجات السوق المحلي، ده الهدف. وبإرادة ما تعرفش المستحيل، شقينا طريق الألف ميل، وقطعنا آلاف الخطوات على طريق التنمية. وبفكر إدارة حكيمة،
حققنا المستحيل واشتغلنا في كل المجالات، الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والثروة الحيوانية والإنشاء والتعمير، وكل ده علشان مصر تبقى الجمهورية الجديدة اللي كلنا بنحلم بيها. ومن حلم الحلم وبمنتهى الدقة وفي وقت قياسي أنشأنا أكبر مدينة للصناعات الغذائية في العالم العربي، سايلو فودز للصناعات الغذائية، على مساحة 135 فدان وبإجمالي 567 ألف متر مربع. أنشأنا إحدى روافد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجديد اللي بيحتوي على 10 مصانع لأكثر من منتج غذائي يليق باسم مصر. المرحلة الأولى بدأت بسنبلة القمح، المصدر الرئيسي لكل منتجاتنا، والمرحلة الثانية بتكمل بالصوامع بإجمالي 14 صومعة بطاقة تخزينية 70 ألف طن تكفي لتشغيل مصانع الشركة لمدة 3 شهور. وبعدها بنتنقل لمطحن القمح الإلكتروني، وبإجمالي عدد 2 خط بطاقة طحن 234 ألف طن سنوياً، واللي بيعتبر قلب المدينة واللي بيزودها بالدقيق المكون الأساسي لكل المنتجات بخلطاته المختلفة لكل المصانع. المطحن بيحتوي على معامل مركزية ويعمل إلكترونياً بواسطة غرف تحكم مركزية بتقوم بتنقية القمح بمنتهى الدقة، بالإضافة إلى جهاز طرد مركزي لمنع وصول التلوث والبكتيريا. وبعدها بيتم ضخ الدقيق داخل أنابيب لكل المصانع وبدون أي تدخل للعنصر البشري. مصنع المكرونة والنودلز بإجمالي 5 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية 151 ألف طن سنوياً لأجود أنواع المكرونة والنودلز في العالم في مكان واحد، وبخطوط إنتاج مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية لإنتاج 11 نوع. ونكمل رحلتنا في مدينة الحلم الصناعي ونوصل لمحطة هامة جداً، مصنع المخبوزات. المخبوزات تعتبر من أهم المنتجات الغذائية المطلوبة في مصر وفي كل مكان في العالم، علشان كده تم إنشاء مصنع مخبوزات يتكون من 5 خطوط لإنتاج المخبوزات الشرقية والغربية بطاقة إنتاجية 9000 طن سنوياً. لسد احتياجات السوق في كل محافظات مصر. وننتقل لمصنع البسكويت، وكان اهتمامنا الأول هو إنتاج أنواع مختلفة بجودة عالية لتغطية احتياجات أبنائنا من التغذية المدرسية. اتجهز في شكل 5 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية 68 ألف طن سنوياً، بيتم التصنيع والتغليف بشكل آلي ومميكن بنسبة 100% لضمان أعلى جودة للمنتج النهائي وبأكبر طاقة إنتاجية مع أقل استهلاك للطاقة، والنتيجة منتج مصري بينافس بقوة محلياً وعالمياً. ننتقل إلى مجمع الطباعة، وبيتكون من مصنع الدوبلكس، مصنع الروتو والفليكسو، مصنع الكرتون، بالإضافة لمحطة إعادة التدوير للحفاظ على البيئة وحمايتها، وإعادة تدوير العوادم وإعادة تصنيع الكحول واستخدامه مرة أخرى. وبتقوم بإنتاج كل عبوات المصانع من عبوات كرتونية وعبوات مرنة لكل المنتجات. وبعد الانتهاء من مرحلة التصنيع بننتقل إلى مرحلة التخزين،
في مخازن مجهزة بأعلى جودة لضمان سلامة الغذاء إلى المحطة قبل الأخيرة. قطاع النقل متمثل في أسطول من أحدث سيارات النقل لنقل المنتجات من المصانع إلى منافذ البيع، وسبعين معدة شحن وتفريغ لنقل البضائع داخل وخارج المخازن. وبكده بنوصل لمحطتنا الأخيرة، الإدارة المركزية. الإدارة المركزية مكونة من مبنى رئيسي يحتوي على مكاتب إدارية، قاعات اجتماعات ومؤتمرات، قاعات كبار الزوار، مسرح مجهز بأحدث التقنيات للمؤتمرات والاحتفالات، غرفة المراقبة وأنظمة الوقاية من الحرائق والكوارث. ده غير فندق سايلوتيل المؤهل للحصول على 4 نجوم، واللي بيتيح لكل زوار مدينة السادات كل وسائل الراحة والاستجمام. فندق سايلوتيل هو الوحيد في مدينة السادات اللي بيحتوي على أجنحة رئيسية وغرف فندقية إلى جانب مطعم ومقهى، ومجهز بجيم، مساج، ساونا وجاكوزي لكل ضيوف مدينة السادات. وكان لازم نهتم بالموظفين والإداريين والعمال، فأنشأنا مجمع الخدمات الخاص بالعاملين، وبيحتوي على مبنى مجهز للإقامة وسايلو مول، وهو الفرع الأول لسلسلة تجارية للبيع المباشر، وهتكون موجودة قريب جداً في كل محافظات الجمهورية. وبكده انتهت رحلتنا داخل مدينة سايلو فودز للصناعات الغذائية، الحلم اللي بقى حقيقة علشان يكون بكرة أحلى. صدرت تكليفات سيادتكم بتطوير نظام التغذية المدرسية الحالي من خلال إنشاء منظومة متكاملة لتقديم وجبة غذائية مثالية لطلبة المدارس بقيمة غذائية عالية، فضلاً عن إنتاج منتجات غذائية بجودة عالية من السلع الاستراتيجية وتوفيرها بالأسواق بأسعار تنافسية لتلبية متطلبات السوق المحلي والإقليمي. فقد تم التخطيط لإنشاء مدينة صناعية غذائية لوجستية متكاملة تحت مسمى شركة سايلو فودز، باعتبارها إحدى روافد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتي تضم 6 مصانع للأغذية يخدمها مطحن ومجموعة صوامع للقمح، بالإضافة إلى 3 مصانع للطباعة والتغليف، فضلاً عن قطاع للنقل والحركة طبقاً لتوجيهات سيادته. فقد صار العمل على قدم وساق بسواعد مصرية، وتم الانتهاء بالفعل من هذا المشروع والذي أقيم على مساحة 135 فداناً بإجمالي 567 ألف متر مربع، وما يستتبع من بنية تقل المواصفات القياسية العالمية والمصرية، وقد روعي التنوع في محتويات الوجبة الغذائية بحيث يتم تقديم وجبة مختلفة يوميا لا تقل عن 400 سعر حراري، وتضم في مكوناتها جميع العناصر الغذائية المتكاملة. وعلى هذا قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بإنشاء هذا المجمع العملاق الذي يضم 10 مصانع مختلفة بإجمالي طاقة 470 ألف طن سنويا من مختلف المنتجات الغذائية بإجمالي 40 منتج، إضافة إلى المباني والمنشآت. ولتكامل الإنتاج داخل هذا المجمع تم تجهيز هذه المصانع بعدد 10 معامل للتحاليل المختلفة والبحوث والتطوير تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة والدقة العالمية، إضافة إلى قطاع النقل والحركة للنقل الصحي والآمن لمكونات وخامات الإنتاج والمنتج النهائي من وإلى المجمع. هذا بخلاف المباني الإدارية، وتضم فندق الإقامة والإعاشة والمخازن ومجمع خدمات العاملين ونقطة طبية مجهزة مع اتباع كافة معايير السلامة والصحة المهنية والصناعية. سيادة الرئيس، تم إنشاء هذه المصانع بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، إحدى شركات الجهاز، وبالتعاون مع أفضل الشركات العربية والأوروبية وشركات القطاع الخاص المصرية المتخصصة في إنشاء خطوط الإنتاج وفقاً لأحدث المعايير العلمية في هذا المجال. لما قلنا بكرة لا ما كانش كده، وما جي بكرة فرحنا ولسه جاية الفرحة تاني، واحنا نقدر علي أكتر مش كلام.
لو لفيت الدنيا.